من شتى الملابس والأصول في المدن والأرياف والبوادي على ما حطموني به من مشاعر الحب والوفاء التي لا نظير لها في هذا العالم. وأسلم عليكم وأصافحكم فردا فردا، الجندية في موقعه، العاملة في مصنعه، المزارعة في حقله، الموظفة في دائرته، الطالبة في مدرسته أو جامعته، والشيوخ والأمهات والأطفال في بيوتهم. وأقول لكم جميعا جزاكم الله عني وعن الوطن كل خير. مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وصل قطار الحسين إلى المحطة الأخيرة. إنه العقد الأخير من عهد الملك الباني الحسين بن طلال، ابتدأه بعودة الحياة الديمقراطية من جديد، الأمر الذي مثل درة إنجازاته الداخلية. فانطلاقا من إيمانه العميق بأن الإنسان أغلى ما نملك، كان حتما أن يكون الإنسان الأردني جزءا أساسيا من صناعة القرار في الأردن. وعلى هذا الشكل جاء الميثاق الوطني الأردني. ويأتي لقاؤنا اليوم والوطن والأمة يسيران على منحنى تاريخي في غاية الدقة والخطورة، حيث يترتب على كيفية اجتيازه نجاحا أو فشلا لا قدر الله مصير هذا الوطن وقدرته على التعامل مع النظام العالمي الجديد الآخذ بالتشكل والتبلور. إذ لا توجد دولة واحدة في هذا العالم مهما بلغ حجمها وعظمت قدراتها تستطيع أن تعيش في معزل عنه أو في منأى عن التأثر بدوله الأخرى، والتي تنتظمها جميعا شبكة من العلاقات المعقدة يمليها الاعتماد المتبادل الذي يفرض على كل دولة، سواء رغبت أو لم ترغب، أن تتفاعل مع الآخرين أخذا وعطاء. مرحلة الحسين مرحلة يعني مفصلية، سواء في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات، وما واكب من تطورات سياسية حقيقة إلى أن وصل الأردن إلى فك الارتباط في عام 1988 مع الضفة الغربية، ومؤشرات يعني مؤتمر مدريد، ويعني انتهاء الحرب الباردة، وتفرد أمريكا على مستوى العالم في الحالة السياسية. والإطار الذي رافق هذه الفترة إلى عقد مؤتمر مدريد للسلام، ومشاركة الأردن في هذا المؤتمر، جاء بتطورات عديدة، وما قدمه أيضا الأردن من دعم للإخوة والأشقاء في فلسطين عندما رفضت أمريكا وأيضا إسرائيل أن يكون هنالك يعني وفد مستقل للفلسطينيين ضمن عملية المفاوضات، وما قدمته المظلة الأردنية للأشقاء الفلسطينيين في هذه المظلة، وما يعني واكب من تطورات يعني من معاهدات أوسلو وتشكل السلطة الوطنية الفلسطينية، وما وصل إلى الأردن إلى قناعة بأنه يعني للحفاظ على يعني على مكتسباته السياسية. وسرعان ما اندلعت في المنطقة أزمة جديدة ألقت بكل ثقلها على الأردن، حرب الخليج الثانية عام 1990، الأزمة العربية التي غيرت شكل الخريطة العربية لعقود تلتها، بعد أن اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت، ليؤدي ذلك إلى نشوب حرب كبيرة تدخلت فيها أطراف دولية
على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا بذكر صحيح، في صباح 2 الشهر 2 أوغست آب سنة 90، في 5:30 صباحا اتصل الملك فهد مع الملك حسين وصحى وقال له العراق غزت الكويت، ففوجئ الملك بهذا الأمر وطلب منه الملك فهد، طلب من الملك حسين أن يتدخل سريعا لإيقاف هذا الأمر، ولأنه أمر خطير جدا ولا يجوز أن يحدث. فوعد الملك بأنه يقوم بما يستطيع القيام به. قرر الملك التحرك بسرعة، ويعلم الملك جيدا معنى هذا الأمر احتلال الكويت، ويعلم أن مفهوم النفط ومفهوم الاقتراب من يعني الاقتراب العراقي من الحدود السعودية والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أمر استراتيجي عالمي لا يمكن أن يسمح به، فتحرك سريعا. المشكلة اللي وقع فيها الملك حسين إنه آمن وأصر على أنه خلوا الحل العربي يأخذ مكانه ووضعه، ولم يجد ذلك التفهم لا من صدام حكومته ولا من الجانب العربي الآخر. لما غزا المرحوم صدام الكويت كان سيدنا الله يرحمه هو رئيس مجلس التعاون العربي. رئيس مجلس التعاون العربي كان تشكل من الأردن ومصر والعراق واليمن، كان الرئيس الدوري لما صار غزو الكويت كان المرحوم الملك حسين، وأظن هذا العامل لعب دور أساسي على الأقل في أنه جعله يحس بأنه من واجبه كرئيس لمجلس التعاون العربي الذي واحد من أعضائه اعتدى على بلد آخر، كان من واجبه أنه يحاول يفهم الوضع ويجد حل من خلال المجموعة. فالبداية الأساسية كانت حول هذا الموضوع. ذلك أنا بتذكر إنه أول تليفون عمله لما عرف بالخبر كان مع العراق ليحكي مع صدام، فجاءوا الجواب من طارق عزيز إنه صدام في الجبهة، وما حكى مع هو اللي حكى مع سيدنا. التليفون الثاني اللي عمله كان مع علي عبد الله صالح في اليمن، العضو الثاني في مجلس التعاون العربي، وتشاوروا حول الموضوع. التليفون الثالث عمله مع الرئيس مبارك، واتفق معه انه هو يذهب الى مصر، السيد يروح لمصر، فراح لمصر وبدأت الامور تتفاعل في الميدان في الخليج يعني، وفي على المسرح الدولي. في ذلك الوقت حاول الملك حسين إبقاء النزاع في الإطار العربي، وطالب جميع الأطراف بعدم تدويل الأزمة، فهو يعلم أن التدويل لن يكون في صالح العرب. شوف يعني بالتعامل الأردني مع الأزمات العربية ومع الحق يعني دائما في رغبة وفي مصلحة وفي رغبة وفي قناعة، يعني ثلاث أشياء بشكل مباشر، إنه تكون الحالة العربية حالة خالية من الخلافات وحالة توافقية أكبر يعني بكل الأزمة. أي باحث سياسي يقوم بالمراجعة سيجد أن الموقف الأردني له جوهر واحد، وحتى بتحالفاته يعني الخليج، قديش قرب الخليج من الأردن، قديش العلاقة القوية الأردني الخليجي، بس بالأزمة العراقية مع الكويت
يعني الأردن مش ترك الخليج ولا وقف ضدهم، إنما انحاز للم الشمل وحل الأزمة سياسيا وعدم وصولها إلى مسارات لا سمح الله سلبية في ذلك الوقت. التصلب في الموقف العراقي أدى إلى تدويل الأزمة كما توقع الحسين، حيث تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها في عملية عسكرية كبيرة أجبرت صدام في نهاية المطاف على الانسحاب من الكويت. لكن الحرب تركت شرخا كبيرا في العلاقات العربية استمر لفترة طويلة. King Hussein had developed a very close partnership with Saddam Hussein. There were many meetings between them. Saddam Hussein treated the king with great respect. There was also a lot of Iraqi money going into Jordan to support Jordan. And King Hussein got too close to Saddam. And in August 1990, without consulting King Hussein, without informing him, Saddam invaded Kuwait, and there was a major international crisis. King Hussein tried to work for an Arab solution. He didn't want the great powers to intervene. He didn't want America to come because it would be very difficult to get rid of American forces. So he worked for an Arab solution, and he persuaded Saddam Hussein to agree to withdraw his forces from Kuwait. But then the crisis escalated, and there was no Arab solution. King Hussein was discredited as an ally and a friend of Saddam Hussein. Then there was the coalition which ejected Iraq out of Kuwait and restored the government of Kuwait. And King Hussein was in the doghouse. He was seen as a friend and accomplice of Saddam Hussein, and the Americans would have nothing to do with him. They ostracized him. There was no American support for Jordan. It was a very difficult period in Jordan's history until 4 years later, or 3 years later, when Hussein signed the peace treaty with Israel, and that's how he rehabilitated himself with the international community and especially with America. And then American aid was resumed to Jordan. جرت تلك الحرب وبالا كبيرا على المنطقة، واتهم الأردن حينها بانحيازه إلى صف العراق، لأن الولايات المتحدة كانت ترى في حياد الأردن انحيازا تاما إلى جانب صدام حسين، فأوقفت كل مساعداتها التي كانت تقدمها للأردن. كان الملك الحسين يعلم تماما الرسالة التي يحملها الهاشميون جيلا بعد جيل، فآمن بأن يكون الحل عربيا، حيث خاض الحسين حربا دبلوماسية لمنع التدخل الأجنبي في تلك الأزمة. لكن الريح جرت باتجاه آخر، فدفع الأردن ثمن ذلك الموقف، بل إنه وضع الأردن في مواجهة مع العالم بعد أن فرض على الأردن حصار سياسي واقتصادي لم يسبق له مثيل من قبل. قدرت خسائر الأردن بسبب حرب الخليج بحوالي 1.5 مليار دولار، وكانت النتيجة أوضاعا اقتصادية وسياسية أكثر صعوبة من ذي قبل. وتزامنت نهاية حرب الخليج مع نهاية الحرب الباردة، لتلوح في الأفق دعوات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حل القضية الفلسطينية. فسمح ذلك الوضع الجديد في العالم بأن تلعب الولايات المتحدة دورا أكثر نشاطا في المنطقة،
من أجل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. لكن الإدارة الأمريكية كانت غاضبة من الحسين بسبب موقفه من حرب الخليج الثانية، وفي الوقت نفسه أدركت أنها بحاجة إلى مشاركة الأردن في أي عملية مقبلة للسلام. وفي تلك الظروف وافق الملك حسين على طلب أمريكا للانضمام إلى مؤتمر سلام دولي، مؤتمر مدريد للسلام عام 91. نعم، أنا في تلك اللحظة أصبحت وزيرا للخارجية، يعني بواحد واحد 91 صرت وزير خارجية، وشفت مدى الضغط والغضب العالمي. أمريكا، أوروبا، معظم البلدان العربية بما فيها سوريا حافظ الأسد، كان هناك غضب شديد، وكنا محاصرين بالمعنى الصحيح، و يعني بدأ العمل على كيف نخرج من هذا الحصار. العمل على الخروج من هذا الحصار كان مع بداية إعلان جورج بوش الأول إنه مشروعه لحل القضية الفلسطينية بعدما أخرج العراق من الكويت، إذا بتتذكر أظن في نهايات آذار 1991 أعلن مشروع لحل القضية الفلسطينية الشرق الأوسط، وبدأ التعامل منها في هذا الأمر. في ذلك اليوم كان الملك قد وصل إلى باريس للقاء ميتيران، فرانسوا ميتيران رئيس الجمهورية، وذهبت إلى باريس وأعلمته بهذا الرسالة المهمة جدا. الرسالة واضحة، وحتى يعني بجوز مش لازم أذكر، لكن قال إنه إذا ترك اطلعوا بالقطار وانتوا ولا تبقوا في المحطة اللي أنتوا بها، اطلعوا بالقطار لأنه القطار سيسير بكل الأحوال. ويعني التقط الملك ذلك بسرعة، ويعني علم بأن هذه تيرنينج بوينت، نقطة تحول علينا أن يا من بنفقدها يا من نستغلها. فذهبت أنا وياه في اليوم التالي لمقابلة فرانسوا ميتيران، وكان معه وزير خارجيته رولان دوما، وتحدثنا في موضوع المنطقة وفي إنه في هذا الأمر موضوع المؤتمر، وأنه إحنا سنتجاوب مع الموقف العالمي اللي بتطور في ناحية إنشاء أو بداية حل للقضية الفلسطينية. وقف العالم كله على أعتاب مؤتمرات السلام في الشرق الأوسط، حتى أنه في عام 93 وقع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقية سلام فلسطينية مع إسرائيل، أصبحت تعرف باتفاق أوسلو، لتغير اتفاقية أوسلو من قواعد اللعبة السياسية في المنطقة، ليسير الملك الحسين نحو إبرام معاهدة للسلام مع إسرائيل، معاهدة وادي عربة، والتي أبرمت على الحدود في 26 من تشرين الأول عام 1994. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you all. God's peace. The greeting with which Muslims and Arabs receive their guests, exchange
amongst each other. The greeting that has been taken to every part of the world over a long and cherished history and past. It is with a sense of enormous pride sense of fulfillment that I stand here before you today together with President Clinton, Prime Minister Yitzhak Rabin, and all our distinguished colleagues and friends. An unusual day. A day like no other in terms of the hopes, in terms of the promise, and in terms of the determination. He was a courageous man, and he took many risks in his life, and just engaging in the dialogue across the battle lines with the enemy put his life at risk, but he was prepared to accept that risk. But I don't think that there was any fear in his mind that he himself would be assassinated because of the peace treaty. There was a meeting in Washington to sign the Washington Declaration on the 25th of June or July 1994 in the White House with Clinton, Rabin, and Hussein. That's when they went public. And then the ceremony to sign the peace treaty was held not in the White House, but in the region, in Wadi Araba. It was the first peace treaty to be signed in the region, and King Hussein was very proud of it. And I asked King Hussein, what kind of peace did you have in mind with the Israeli? Was it going to be a cold peace? And he said to me, I don't understand the meaning of a cold peace. By its very definition, peace means the end of all conflicts, the end of all issues, the end of belligerency, the end of hostility, the end to hatred. It means people coming together and putting the past between them and all the bitterness between them and turning over a new page. So that was his vision of peace, a warm peace, comprehensive peace. But it was not to be, and he was disappointed in his expectations. But he is the only Arab leader, the first and so far the only Arab leader who offered Israel at least the opportunity of a warm peace, and it was the fault of the Israelis that his vision did not materialize. يا سيد احنا بنلاحظ في هناك البعض يلوم الأردن حقيقة الأمر في توقيع معاهدة سلام مع الكيان الإسرائيلي، ولا بل يصل الأمر في البعض أن يطالبوا في إلغاء هذه المعاهدة دون ما توقف حقيقة عند أسبابها، عند العوامل اللي دفعت الأردن إلى أنه يوقع هذه الاتفاقية، اتفاقية السلام. وإحنا بنعرف على خلفيات أزمة الخليج وحرب الخليج تمت حقيقة محاصرة الأردن حقيقة ومعاقبته وخنقه، دعني أقول، على خلفية موقفه من حرب أو من أزمة الخليج بشكل عام، وبالتالي الضغوط كلها من كل جانب، وبالتالي الأردن لم
يلجأ إلى معاهدة السلام إلا من باب تخفيف هذه الأعباء، تخفيف هذه الضغوطات، وبنفس الوقت هو يريد أن يفتح أمل دعني أقول فيما يخص معالجة القضية الفلسطينية وأخذها نحو مسار سلمي، وبالتالي كان مؤتمر مدريد. صحيح، لأنه بالحالة العربية هنالك دائما حالة من الاتهامية والتخوين بالجو العربي، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الفصائل الفلسطينية أو على مستوى الدول. يعني الكل دائما إذا أردت أن تضعف دولة تتهمها بأنها خانت القضية العربية. فالأردن كان دولة يعني لا يريد أن يكون لقمة. الأردن مؤمن بالسلام من 48، من الخمسينات، من الستينات، فكرة السلام الأردن مؤمن فيها. والأردن بعد مصر عبد الناصر كان الدولة الثانية عربيا الذي قبل بقرار 242 67 بالمناسبة، لكن الذي قبل أولا كانت مصر وكانت بقيادة جمال عبد الناصر. ففكرة السلام عند الأردن لم تكن فكرة بعيدة، يعني لم يكن من الدول التي ترفض فكرة السلام. كان عقد معاهدة السلام خياراً استراتيجياً بالنسبة للأردن، وذلك بعد أن تأكد الحسين من تحصيل كل الحقوق الأردنية سواء على الصعيد الأمني أو في ملف المياه أو في موضوع الحدود. والأهم من ذلك كله هو تشديد الأردن على النقطة الأهم، وهي بقاء الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. إنه الإرث الذي يحميه الهاشميون جيلاً بعد جيل، بل ودفعوا في سبيله الغالي والنفيس منذ أن رفعت راية العرب في أرض العرب. لا زالت الوصاية يعني معرض شد ورخي من الإسرائيليين. الأردن لم يتنازل أبدا عن الوصاية الهاشمية في القدس الشريف، وأن الملك الحسين جده الأعظم الحسين بن علي دفن هناك، وجده عبد الله المؤسس استشهد في أبواب الأقصى. ولذلك لا يمكن للهاشميين أن يتنازلوا عن الوصاية، لأن قوة الهاشميين كسادة للأمة العربية كلها. وكما نقول الهاشميين هم في العروبة في الأمام، وفي الإسلام على السلام، لأنهم من العترة النبوية. قوة الهاشميين في السيطرة على القدس والمحافظة على القدس عربية إسلامية هاشمية، ولذلك لن يتنازلوا. وقال الملك، ربما أنت رأيت الفيديو، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وهو يشير بإصبعه: كيف أنا هاشمي أتنازل عن القدس؟ لن نتنازل عن القدس والوصاية الهاشمية هكذا. وهذه هي المبدأ العظيم الذي تسير عليه، ومدعوما بالعرب، بالأمة العربية والأمة الإسلامية كلها، وحتى العالم. حتى العالم وأمريكا، انسى ترامب، أمريكا والسياسيين الأمريكان يعرفون بأنه هذا الاتفاق، نحن نرعى هذا الاتفاق. ولذلك وحتى فرنسا وبريطانيا والدول الكبرى. شوف، معادلة من هذا النوع ليست ميزان تجاري. يعني أنت وقعت المعاهدة، أصبحت عمليا لا تستطيع أن تخرج من إطار عملية السلام بشكل أو بآخر. الأردن لم يكن يستطيع أن يخلص مدام وقع والتزم، وطبيعة الأردن دولة تحرص على مصداقيتها بشكل كبير، ولذلك حركتها وتحالفاتها الدولية لم تكن تعني لها أنه والله اليوم بوقع بعد بكرة ببطل، أو اليوم بوقع بعد بكرة بلغي المعاهدة. هامش الحركة الأردني بعملية السلام
من توقيع إلى اليوم على الأقل هامش الضغط والتخفيف من العلاقات وتبريد العلاقات والمقاطعة السياسية، زي اليوم ما بصير مقاطعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للليكود، هامش الحركة بهذا الموضوع. لكن الموضوع اللي الخروج من القصة ليس مرتبط بالعلاقة الثنائية بين الأردن وإسرائيل، له ارتباط، له معادلة مختلفة. لكن خلينا أقول لك، الإسرائيليين جعلوا من المعاهدة عبء على الأردن. طريقة إدارة إسرائيل لعلاقتها بالأردن، الأردن ليس يعني، شوف مصر لديها معاهدة ثنائية لم تتأثر كثيرا بما يجري على المسار الفلسطيني، صحيح؟ الأردن معادلته أنه متأثر جدا بما يجري على المسار الفلسطيني، فلذلك علاقته بإسرائيل تتأثر جدا بما يجري على المسار الفلسطيني. الإسرائيليين كانوا يريدوا علاقاتهم العربية ومنها العلاقة مع الأردن أنها مسار منفصل، وأن الفلسطينيين شو ما بنعمل إحنا وياهم ما بدنا يأثر. There were various issues in the negotiations. On the Jordanian side, the key figure was not King Hussein, it was Prince Hassan, who monitored the negotiations, had working groups, and briefed the Jordanian negotiators. On the Israeli side, the key figure was Rabin, because Hussein had no confidence in the foreign minister, in Shimon Peres. The issues were borders. Israel had encroached on Jordanian territory in Wadi Araba in the south, and Israel had encroached on Jordanian water resources. Then there was the issue of security, the security of the two countries, and the security of the Hashemite Kingdom of Jordan. And the last but not least, there was the issue of Jerusalem and Jordan's special position over the holy places, the protector of the holy places, Muslim holy places, in the old city of Jerusalem. So the negotiations were about all these issues, and satisfactory conclusions were reached on all the issues, and they were incorporated in the treaty. But some senior Jordanian officials felt that the treaty was not satisfactory on the issue of Jerusalem, because it was Israel which was recognizing or granting Jordan rights over East Jerusalem, and they didn't think that this was a matter for the Israelis. These were Jordanian rights that should be recognized under international law and not in a bilateral peace treaty. So the peace treaty was controversial in Jordan, but King Hussein was very happy with the outcome. He thought it was fair and balanced. And above all, he felt that the peace treaty secured Jordanian sovereignty over its own territory. So his main interest was security, and he felt that he had achieved that. But it remained controversial. There was a lot of opposition to the peace treaty with Israel, a lot of opposition to normalization of relations with Israel. سبعة وأربعون عاما هي عهد الحسين ومسيرة البناء التي قادها بكل براعة، رحلة شاقة من البذل والعطاء. كافح خلالها الحسين لإرساء السلام في الشرق الأوسط، وحمل القضية الفلسطينية إلى جميع المنابر الدولية. لكن تخللت تلك السنوات
الكثير من العواصف التي هزت المنطقة، لكن وبحكمة الحسين عبر الأردن لبر الأمان. اقتربت فصول حياة الملك حسين من نهايتها، ففي شهر آب أغسطس عام 98 أعلن رسمياً أن الملك مصاب بالسرطان. فمثل الخبر صدمة كبيرة عمت أرجاء الأردن، ودخل الحزن إلى كل بيت، لأن الأردنيين يعرفونه منذ أن تولى العرش عام 52. أكثر من 4 عقود كان الحسين فيها أباً وملكاً لكل الأردنيين الذين أحبوه. الحمد لله يا سيدي، بدأ العلاج وانتهت الدورة الأولى أو بالأمس، علاج الكيموثيرابي للعارض اللي نعاني منه، وثبت بأنه الليمفوما من نوع بي تايب، وهناك انه قابل للعلاج، والاطباء هنا مطمئنين تماما الى انه العلاج سيكون ان شاء الله كامل وناجز، وتكون النتائج ان شاء الله كلها خير. ومن جهتي الجزء اللي اساهم فيه هو المعنويه بعد الاتكال على الله، وحبي لكل اردني وكل اردنيه، أملي في أن أراهم في الوقت اللي يسمح فيه الطب هنا في المستقبل إن شاء الله القريب، وهم بخير وبعز، وأنا أتابع أخبارهم أول بأول. ثم توجه الملك إلى مستشفى مايو كلينيك في أمريكا لإجراء العلاج، فراقب الأردن صحته لحظة بلحظة. كانوا يأملون أن تسير الأمور على ما يرام، لكن المرض كان يشتد على الحسين أكثر فأكثر. خلال عهد الحسين كان يشغل منصب ولي العهد شقيقه الأصغر الأمير حسن بن طلال، والذي عين وليا للعهد عام 65. كان الحسن ساعد الحسين وظله، فهو المخلص الأمين كما وصفه الملك. لكن وعملا بالدستور الأردني وقبل وفاة الملك، أصدر الحسين أمره الملكي بتعيين نجله الأكبر الأمير عبد الله ولياً للعهد. إنه الرجل الذي تسلم الراية الهاشمية خلفاً لوالده وأجداده، وفي عهده سيكمل الأردن مسيرته. ومؤسسة ولاية العهد كان الدستور قد عملها بشكل محكم من حيث انتقال السلطة من الأب إلى الابن الأكبر. كانت هكذا المؤسسة، ويجوز للملك وفقا للدستور أن يعين أخيه. فما أن جاءت مرض الحسين بالفترة الأخيرة إلا وقرر أن يسير وفق الدستور، وكان الدستور أن يقتضي أن يقوم الأب بتعيين ابنه الأكبر وليا للعهد. فتمت عملية التغيير بسلاسة وبدون أي مشاكل نهائيا، وهذا جزء من فكرة البناء المؤسسي الذي أداره الحسين. وأسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطانا جميعا. وموعدنا غدا، وإن غدا لناظره لقريب، وكل عام وأنتم والأردن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن وصل الحسين إلى عمان، وفي 19 من كانون الثاني يناير عام 99،
استدعى الأمير عبد الله إلى الديوان الملكي ليستلم منصبه الجديد. كان الأمير حسن حاضراً، فسلم الأمانة التي حملها لعقود، الأمر الذي أظهر تماسكاً في العائلة المالكة، مؤكداً على النهج الهاشمي في تداول السلطة ليضرب الأردن مثالاً يحذى حذوه بين الأمم. لكن وخلال أسبوعين تدهورت صحة الملك الحسين أكثر فأكثر، ليدخل الحسين إلى العناية الفائقة في المدينة الطبية. فانتشر الحزن الشديد بين الأردنيين، لكنه قضاء الله كان أمراً نافذاً. وفي صباح الأحد السابع من شباط فبراير توفي الملك حسين بن طلال عن عمر ناهز 64 عاماً، قضى منها 47 عاماً ملكاً على عرش الأردن. لقد فقد الأردنيون أعز ما يملكون بعد أن جعل من الأردن منارة يشار إليها بالبنان. في جنازة مهيبة شيع الحسين، شارك فيها معظم رؤساء العالم، ما مثل مؤشراً على مكانة الحسين في العالم كله، فكلهم يعرفون الحسين وقدره، وكان وداعه أمراً لا غنى عنه. وسرعان ما تماسك الأردنيون الذين قرروا إكمال المسيرة في ظل القيادة الهاشمية، فاصطف الجميع حول العرش متماسكين ومتعاونين، حيث دخل الأردن عهداً هاشمياً جديداً تحت قيادة الملك الهاشمي عبد الله بن الحسين الملك الرابع للمملكة الأردنية الهاشمية. صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. حفظ الله صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين ووفقه في الهاشمية الخالدة. ارفع الجلسة. والانتماء إليه بغض النظر عما سوى ذلك من الاعتبار.